يبدو أن العراق قد استفاق من سباته أمام تمادي النظام التركي ونسفه للسيادة بعد إقدام لجنة الأمن والدفاع النيابية بتحركات نحو استضافة قادة الجيش العراقي حيال مواصلة أنقرة بتوسيع عملياتها ومضاعفة انتهاكاتها، استفاقة أتت متأخرة بحسب مراقبين وقد لا يجنى منها شيء. هذا القرار جاء متأخر جدا، كنا يعلم بأنه أطماع الجارة تركيا بدأت واضحة بعد عام 2003. للأسف الشديد هنالك أكثر من 18 قاعدة تم بنائها من قبل يعني الإدارة التركية في شمال العراق، وهنالك انتهاك صارخ للسيادة العراقية حيث القوات التركية تتوغل داخل الأراضي العراقية وتقوم بقصف المدن الآمنة بحجج واهية. مواصلة الانتهاكات المتكررة بعمليات توغل القوات التركية بالعمق العراقي ودخول الطائرات الحربية للمجال الجوي وعمليات القصف وآخرها على جبل كورزار بقضاء العمادية، معطيات تفرض على بغداد أن تلجأ إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن في ظل التجاوز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. هناك صمت حكومي غريب وعجيب، وتكتفي الحكومة بالتنديد وكلمات فظاظة، ويتحدث رئيس الوزراء عن صديق القديم. ما أما يفترض اليوم أن نخطو خطوات باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة وأن نقدم شكاوي؟ وبينما تبحث بغداد عن أجوبة من إقليم كردستان لوجود النظام التركي داخل أراضيه، تستمر أنقرة بحجة حماية أمنها القومي التمادي بسياساتها العنجهية دون الاكتراث لاعتراض بغداد. تتضاعف الانتهاكات التركية في الأراضي العراقية وتفضح الأطماع التوسعية لأنقرة، فهل ستبقى الحكومة مكتوفة الأيدي؟ سؤال يطرأ أمام ارتفاع مناسب الاستياء من موقفها الخجول من العاصمة العراقية بغداد. بدر الركابي، اليوم.